توقعاتك ايه لمباراة الاهلي والهلال السوداني النهارده؟ ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله، بس لو لعب يعني خط دفاع كويس وهجوم كويس يكسب الاهلي ان شاء الله، ونتيجه كويسه يعني مش اقل من 2-0. الهلال لما لعب مره هنا اتعادل الاهلي معاه هناك زمان، فلما لعب هنا جاب جون في نفسه، وفي لعيب في الاهلي احرز هدف، فهو الماتشات دي بتاعت الاهلي يعني، هم مع احترام الواد النيل زي ما هم بيقولوا والاخوه وكده، هم جايين عشان يتغلبوا. الاهلي هيكسب النهارده وهتشوف، قول اللي انا قلت لك الكلام ده، خليك فاكر ان شاء الله الاهلي يعني يقدر ان هو يكسب الماتش. شايف ان هو ماتش في يعني في المتناول. الاهلي في الوقت الحالي مع فايلر بيقدر ان هو يؤدي اداء بصوره كويسه. كان ماتش النجم بس بسبب الاخطاء التحكيميه الاهلي ما قدرش ان هو يكسب، بس ان شاء الله اتوقع ان الاهلي النهارده ممكن يكسب من 2-3 ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0، اهلي وزمالك في افريقيا 1. ان شاء الله الاهلي يكسب 3-0، الاهلي معاه مدرب كويس، ومن ساعه ما جه عمال يعمل نتائج كويسه، وفاهم الفريق كويس وبيحضرهم كويس، فاعتقد ان هو مختلف عن اللي فات، وفي دعم من الاداره والجماهير ليه يعني. الاهلي هيكسب عشان دايما بيكسب، والهلال السوداني مش فرقه جامده. لا ان شاء الله 2-0 الاهلي. ليه؟ يعني التشكيل الجديد كويس، المدرب كويس، اتظلمنا طبعا في الماتش بتاع تونس واحنا على ارضنا الموضوع بيختلف تماما، والهلال فرقه كويسه بس هنكسب ان شاء الله يعني. بص وحدك الماتش النهارده سهل، مفيش اي توقعات يعني بالنسبه للفريق التاني، فكده كده الاهلي ان شاء الله كسبان النهارده مع اني زملكاوي، بس يلا كلنا نشجع الاهلي بانه بيلعب باسم مصر. توقعاتي ان الاهلي ممكن يكسب 2-1. يعني الماتش مش سهل برضه في افريقيا وكده، ممكن يكسب 2-1 وعلى ملعبه فهو يكسب.